الجرائم الإلكترونية عم تزيد يوم بعد يوم، وعمليات الابتزاز الجنسي هي من أكثر الجرائم يلي عم تصير، وضحاياها عم يكون النساء والفتيات بالدرجة الأولى والأطفال بالدرجة الثانية. بحسب الأرقام، حوالي 80% من نسبة التبليغات عن الابتزاز الجنسي الإلكتروني الواردة لقوى الأمن الداخلي هي من النساء، و11% من القُصّر. الفضاء الإلكتروني عالم واسع، مثل ما بيعطينا فرص كمان بيعرضنا لتهديدات. كرمال هيك عم نشارك معكم بعض الخطوات اللي بتساهم بحمايتكم أونلاين. الخطوة الأولى هي تحصين الحسابات على كافة المنصات الإلكترونية من جهة وضع كلمة مرور تكون معقدة وتحافظوا على سريتها ويتم تغييرها بشكل دوري. الخطوة الثانية عدم نشر أي معلومات شخصية عن حياتكم على المنصات، يعني المدرسة يلي بتروحوا عليها، الجامعة، مكان شغلكم، وين ساكنين، أو أي تفصيل بحياتكم الخاصة. الخطوة الثالثة ما تحتفظوا بصور غير لائقة إلكن على تليفوناتكم وعدم إرسالها لأي شخص. الخطوة الرابعة من الأفضل تاخذوا احتياطاتكم وتغطوا كاميرات أجهزتكم يلي عم تستعملوها. الالتزام بهالخطوات أمر أساسي لتعزيز الحماية والسلامة الرقمية، ولكن في حال التعرض للابتزاز شو لازم تعملوا؟ القاعدة الأساسية هي تبليغ قوى الأمن الداخلي عن هالجرائم عبر خدمة بلغ أو تقديم شكوى للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين الحماية. 2. ما ترضخوا لطلبات المبتز شو ما كان حجم الضغوطات يلي عم بيمارسها عليكم، واحتفظوا بكل شيء بيوصلكم منه لأن كل أدلة بتفيد التحقيق. وأخيراً استفيدوا من خدمة ريبورت أو الإبلاغ على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستغرام، ويوتيوب. كل هالخطوات يلي ذكرتها بتعزز حمايتكم بالفضاء الإلكتروني، وهي أساسية لتعزيز أمانكم الرقمي يلي بينسحب على أمانكم الشخصي.